ريتو سدد بقية الشرط حقي لشلني من بيتنا. فيتني حريوة تنمو نعمل بخت الملح بالضياع بخت العرب زوة. الصبر الصبر يا بنتي الصبر. صبر ما قحى صبر بالقرية ذي كلهم ما صبرتوني، وبالقرية بالعالم هذا بكله. قالوا حرب ما يتزوجوا يوم الحرب إلا المجاني. سهل يا غصون تملت الحرب هدأت كل الأطراف إلا مشكلتين وشاقة، لا هدأت ولا انكلت. زلق نص عمري وأنا مراعي الفارس أحلامي سدد بقية الشرط. والله بنتي ما حد يلومك حتى لو فسخت العقل. ابني شاقع طلع طاحس طاحس، كم ربيته كم علمته كم قريته بعده عشان يبقي رجال. شاقع رجال وسيد الرجال. صدق يا عم عبد الرؤوف وقفته مع محسن كبرته بعيني ألف. قد اتفقت أنا وشاقع أول ما يرجع خليل شنعمل حفلة حناني طنان. لا رجع خليل ولا محزن ربشتينا وغصوه ما عاد يريدوا شو انتي معه ولا ضده. ليت كل الرجال تبقى بربع مرقلة زوجي. هي خلي المرقلة حقه تخرجه من السجن وتعمل لك حفلة العرس انتي وهو. زين يا نصيب زين يعل رجلك يطني زين. مو من اخلاق يا اكل السحت والربا. مو من اخلاق وانت حبس زوجي على قلبي ياس. اجزعي يا بنت اجزعي ابعدي هذاك عني. هذا لساني طويل. مش الليل لساني طويل بس ويدي طويل. هذه دي لمتقي. طيب سهل سهل لا تتشاي تخارج زوجي كنت تشتري من حقك المهر ولا من الجمعية اللي قلت له تستلمني قريب. يا قلنا خراقك انا والمهر هذا قا كل القرية مراعي له. اسمع يا نصيب اذا يقع حاجة بشاقع بالحبس اقسم بالله لخلص جلدك مثل ما خلص جلد الدكي هذه. اسمع سهل يا غصن سهل تاكلوا دقاقة؟ ياكلوا دقاقة بفلوسي؟ يا مو زين؟ لا مو زين مركز منهاتين العالمي هو معك زبادي ومليم يا نصيب ذلة الأمة. ما في نصيب بيننا يا نصيب. زين ولا مو زين؟ مو زين. خال شاقع الحمد لله على السلامة. عاد أنا حصلت له طريقة أدبر فيه بالبياس علشان أخرجك من الحبس. شاقع الحمد لله على سلامتك. أمان القرية ولا تسوى حاجة من غيرك. ايش معك يا غصون؟ مش المفروض لك ساعه بالبيت ولا تحسبيني ايش احتبس طول عمري يا غصون؟ شاقع البنت بالمعهد عملن حفله جلست بصر معاهد. عملن حفله؟ اقزعي اقزعي لا اقوم اعمل لك حفله انت ونصيب والقريه كلها الان. مشي كلهم خرجوا منهم السجن جلست محبوس احسن. لو تسمع صوت الموسيقى التصويريه حق وقت الانفجار يا شاقع. اوي موسيقى ايش موسيقى؟ الموسيقى التصويرية حق الفيلم اللي مين اول وانا بنهادرك عليه. لا تقولي لي شغل انك تقولي لي فيلم مو ضمن خبر اسألك بالله قتلتيني فقايع. فيلم مش اي فيلم امانة لو تسمع الانفجار يرد الروح. يا بنت انت ليش عجبك تفقعين مني قتل ذبح انفجر ليش بالرعب يا غصن في حاجة؟ اعتبر اشارة من السماء تحسن علاقتك معي. بطل طلع لي الضغط بطل صياح وهنجمة علي فوق بالقرية. يا الله يا الله بجاكي شان المنظر بردي رقدي لك انت راحي مش وقت هذا كله. قولي ليش حصل بالمنظر وانا مهليش وانا مو علي من القرية حسبك اشتهادرني على ذواقتنا احنا مشروعنا. يا غصون الله يحفظك فهمينا انا عاد انا خارج من السجن شوفي مشروعنا يحتاج له تركيز جدا مشروع ضخم اهم شيء الجبل مكانه. يا شاقع انا مش خايفه على الجبل اني خايف على فريستنا تغير مكانه تروح جبل ثاني. ايش تنقل جبل ثاني ليش اسالك بالله ايش رفعوا الايجار صاحب الجبل يتزوج منه مالك يا غصون اهم شيء تدقي حقك هلا ولا امك اكلته. ايوه بناكله واشربه ورقده عندي بالغرفه هليت انا تدقي خيرات الله. مو ذي البلاد ملاش تحت قليل اشتحطي لا وين من يدي اللي تشتحط. انت خليك على من انت يا غصون انت لازم تشتحط قليش تسرح ملح القرية كله. وهذا الهدر اليوم يا شاقع
وين الهدر الملي حق أمس؟ ما علينا، ماذا الحين مع أهلش معك حقة؟ قهوة تطلع معي رأس الجبل؟ أقسم بحق الله تخلي لي حالي، أقسم بالله بيني ضيق سعى القرية دي كله، خلي لي حالي. أنا أسألك بالله كيف أتصرف يا غصون؟ أمسح الفانوس السحري يطلع لي مارد الفانوس يخرقنا. صدق يا شاقع، أنا حسبت أنه حب البضاعته كثير، توقعتش أنه حب البضاعته كقليل. كان لازم نحسرق حاجة غالي على قلبه. الله يقلع قلبي، قلب نصيب قلبي لأن أنا قزعته بعدك. مش اللي قلتي خطة سهلة وسريع؟ أيوة خطة سهلة وسريعة، لكن من حق أفلام السبعينات خطط الأيام هذه تشاد ولارات شامنهن. اصبر لما نصطاد النمر حقي. الله يقلعك يقلع النمر يا بنت عقلي. غلق المكالمة وينيش اتصل لعمي عبد الرؤوف وهدروا على مش تروح تقولي له شاقع ابنك الأهبل صدق خطتي ذوق حانب بالدكان حق نصيب. يا خجاف، مش أني هبلة لهذه الدرجة. وينيش اتصل لعمي عبد الرؤوف وهدروا إن حزام ولد علي حزام حلف عليك يمين تحضر عرس ولده حزام. أقسم بالله أشتي بس ربي يخرينا من هنا بس وأسوقك خبط بالحزام لما تعقلي. اسمع مني يا شاقع، أنت توثق بغصون؟ لا ما شابع يا غصون، ما هوش نكبات. بما أني أذكى واحدة بالقرية، آوة أنا أذكى واحدة بالقرية، ما عليك من درجاتي حق المعهد والثانوية، هذا ما يعتبروش مقياس للذكاء. في طلاب وطالبات كانوا معاهم الدرجات العليا بالاخر ايش طلعوا اغبياء في ممارسه الحياه عكسي. طيب ايش اللي بعده؟ اسمع، من موقعي هنا وكاذكى واحده بالقريه وضواحيها اؤكد لك بان كلام عمي عبد الرؤوف ليس له اي تمام من الصحه. تقولي يا دواء، لو في بك اللعب واحد من اللي هدروا عمي عبد الرؤوف شرطه تزوجك؟ أنه بالقرية في أغنى وأمزح. غصون قومي روحي، قومي زعيم أحلى، إيش تزوج؟ ليش ما تزوجتش الأحلى والأغنى والأوسم؟ ولا تعملي خير لآخرتك؟ ولا طمع بالطاحون؟ إنك أطيب واحد، الأنقى بالقرية دي بكله، والمرة الذكي هي اللي تختار الرجال اللي في بودر الصفات كلهم حتى الزمن هذا. الله عليك يا غصون، أول مرة تدي كلام حلو. طيب والآن إيش أعمل مع عمي؟ ترجع البيت سرح الطاحون ودكي وتغز ريشك. ربي أمرنا نوقر أهالينا ونحترمهم فوق رؤوسنا، لكن اللي داخل رؤوسنا لا لهم علاقة في بنا ولا إحنا لنا علاقة في بهم، لهم زمانهم وإحنا لنا زماننا. صح، إحنا اللي نقرر كيف نعيش. شاقع، كيف أنت يا قلب غصون؟ يعني ضروري تقع كارثة ولا موت ولا أي حاجة علشان تسمعينا كلام حلو؟ ولا بنا هادرك واصل، لكن ما شاش تسمع مني كل يوم مش تكون ما هالشلطة. أنا نفسي أدخل داخل رأسي كبصريك بس كيف تفكر يا هبلة؟ الكلام الحلو لما يخرج من القلب ما يرخص، والله ما غير يزيد تعتق يزيد ثمنه. إيه شاقع، مش وقته محمود، نروح نعمل الحفلة و روح بيتنا. يا غصن بالمنطقة الله يحفظك، أنت من نفسك ترضي إنك تروح البيت لبياس دين؟ والله ما روحك لأنك بلا كرامة. عشان 1000 قرش من حال حق الشرط ساشتري لي كرت، ما رضي أشدي لي بياس. هذا نسيت الحين اسمعي إيش أقول لك. أقول لك معي لك قصة يا غصون. خيال خيال. إيش اليوم اللي حصل دخلت المديرية بتطنني مش طبيعي. عرفتي الأستاذ محمود والفندم مصطفى؟ طلعوا تعارف وتخيري قصة كبير. مرأيك مرأيك تهدرني، إيش كان مكتوب داخل النوتة حق نصيب؟ أسألك بالله الحين وقت نصيب يا غصون، أيها نصيب ولا القصة الخيال؟ ترفى سكلة والقصة مكلف. يلا هدرني مين البداية؟ ما علينا، شا الصدق أجيت إيش تطمن عليك كده بصرك إيش حاجة؟ أنا داري إيش بقلبك يا غصون، بس والله ما أقول لك إيش دخلت النوتة. لمو لمو، المفروض ان النوتة تكون عندي اني، انا صاحبة الخطة في الاستيلاء على النوتة يا روحي. وانا منكر لك، روح اشتكي يا روحي. خلاص يا شاقع، شو اسرح؟ اسرحي ملح. يعني لو مالش علاقة سيئة بصاحبي بمحنته، والله ينعم بيك.
لو قلنا انه دارك صح ايش بيدك تعمله؟ ما نش داري ايش عمل اللي قدرنا الله عليه ولا جلس ساكت. اسمع يا شاقة، بهذه الحالة امامك طريقتين. الطريقة الاولى سهلة، تقدر تبري ذمتك فيه، تنديله محامي شاطر يدافع عليه. قهب البيس اللي معك. وانت ايش درك بالبيس اللي عندي؟ تحسبني غبي؟ انا داري بكل حاجة. كان عجبني حسسك ان انا غبي كذا عشان ما تتحاذقش زيادة. مش وقت. طيب الحين معك خطة ثانية ولا اقزع؟ بالافلام والمسلسلات البطل لما يبصر ان الطرق صعبة ومقفلة يدور على طرق خاصة فيه، يمكن تكون طرق يعني مش قانونية لكن تفتح للقانون طريق جديد عادة ما افتتحش من قبل. ايش الواحد ممكن يعمل ملا؟ قولي لي افتينا. في حل بس ما شاش هدربه للناس عامة. للعامة؟ انا عامة يغصون. غلقي غلقي. صار يا شاي، اذا انت واثق من براءة صاحبك وشايف ان الناس كلها وقفت ضده ما هاش غير انك تهربه. هربه؟ وكيف هربه؟ يا خقف، انت مش هتدخل السجن الا وانت مجهز خطة الهروب. يا سلام، ودور واحد خارج احنا الاثنين. غصون روح رقدي، الغلط انا، انا اللي استشير واحدة بعم صاحبك. زعي. والله إن هي خطة سهلة، نفذ مايكل سكوفيلد وهرب أخوه من السجن وأثبت براءته. اسمح شاقة، قلنا تلقن تنحن الحين فقعتينا. فقعتوك إذا الحين قصوطي يفقعك. ها سع عليك، شدي لك قطرة الحديد ولا تشان يعمل لك ميسان. لا خليك على منتي أكا تمام زنقبل بغباره. لحظة، إيش اللي شطط حقك ثيابك؟ واحد أكا بالمعهد هزرت العباية وشطيته لكن قديتوه لحساب. ها تغالطني الآن ليش؟ إن كنت أمس ليش مفلتني من أمس ولا ردت عليهم دعم مني؟ أقسم بالله أنت داري أمس أنا وين كنتو إنك لترحمي لي حالي. إن كنت أمانة أنني معجبة في بيكي. تذكر لما كنتي تقولي لي تزوجي تزوجي بس بدون عرس بدون زفة حتى بدون كسوة؟ كنت تقول مبينة غصن لا مو هكا تقول لي خينة تشد غالطني ولا تشد قزعني بس هكا. لكن الآن شوف العروس اللطيف الخفيف محسنه، أمان إنك طلعتي عاقل حتى طلعتي أقل مني. يستاهل شاقع يستاهل. قلتوا لك انني عاقل. استاهل شاقة استاهل. عادة ما بصرش حاجة من العقل حقي. انشي سرعة قرية كل سبقين. ادخلي يا شاقة خزيتها بنحنا. ادخلي انت يا عمه. مالك يا شاقة اش تدخل؟ ادخل يا عمه انا بداليك ما تشوفيش كيف صورتها مقلوب. طيب فتشت لنا بالعروس ما فيش خناقر قنابي يا عم الدنيا داخل امان. ايش تدخل الا ادعي لابوك يا شاقع. خلاص انا ابدا عليك خلاص. طيب خليك هنا اساليك بالله عمه انا ابدا عليك تسمعي اي صياح اي حاجه تبعتينا انت تدخل وني ايش اجلس لك هنا. طيب اشهد بالله لا اله الا الله واشهد محمد رسول. ادخل يا شاقع. الله يزيلك. اش الكسوة؟ الكسوة اللي حلمتوا بها من لما اني كنتوا جاهل. بنطلون شكيرة. بنطلون شكيرة المشطط. عيوني اشتري لك بنطلون شكيرة المشطط. والزفة. الزفة اللي اتفقنا ان احنا نعمل زفة حناني طناني على القرية دي بكله. بس قلديك الله كيف الزفة حقنا؟ زفت. صار على غرف. صار. حتى السرير ما غيرتوش. يعني مش عمي اللي كان اخر عرسنا والله ما هو الا انت مشطط مبطط يعني انت كنت تدلعي. ايوه انا عشان يتزوج دين مثل ما بيتزوج امي لما اني جاهل واني ابصر بالزنه هذيك. لا يا شاقي شا مهري وشا حفله. خلاص يا غصون لهنا وبس. على فكره أنا كنت ضارب احتياط للحظة هذه
قريبة كنا النسوان، عشان كذا أقول لك بس ستوب. ابني هدرك يا شاقع، أقول لك طردتني من الغرفة، تهيألي لو ما هربتش كانت أكلتني. طبيعي طبيعي إنك تعمل ابني مات يا غصون، شي تقوم ترقص معيك الحقيقة، أبا خبر يا غصون. غصون صح صحي، أنا قلت لك لا دقيقة إيش معي، أنت صريتي لا شلني معك ولا سددت باقية المهر، شغل ابتزاز، فما عليك أنت يا إما تصبرين يا إما بصر لك طرف حمار وزفيتك القرية. أيوة أنت لو بصرت كيف فعلتني إنك رثيت لحالتي. طيب يا غصون اسمعينا، علشاني تحملي، علشان محمود، علشان ميسا، شوفي مرحمة بالمواقف هذا ما يبتالون لعيال الأصول، افهمي مني يا غصون افهمي، وانت بنت أصول يا غصون. ناهي ساصبر. هذه اللي حبيتي غصون، الوردة حق المنظرة. كملي باقية الجميل قومي اعملي لهم عشاء. طيب يا حنين المنظرة، اسمعي يا شاقع، احنا امامنا حياة طويلة، لازم نتفاهم على مبادئ أساسية نمشي عليه عشان لا تقتلني ولا نقتلك. مادام في بقتال نتفق، ايش هذه المبادئ والأساسيات؟ اول حاجة ما تفلتنيش ابدا. مش هفلتكش ان شاء الله. ها غيره؟ نتزاعل نتطاحن داخل غرفتنا، لا انت تحنق ولا نحنق، اهم شيء ما تفلتنيش. اصيلة يا غصون اصيلة. غيره؟ لو انيش ابصر فيلم تجلس جنبي تبصر حتى اذا ما عجبك. حتى ما عجبناش بصر نغيره. ايوه كذا تمام. غيره؟ هذولا بس. فقعتينا حسب مدري معيش من شروط، ما بش غير الشروط هذه. ايوه هذا بس، اهم شيء انك ما تفلتنيش. ان شاء الله مش فلتك شاوصا، مش فرق احنا للموت.